عرف موقع الفن أنه الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن رح تجتمع بالممثل السوري قيس الشيخ نجيب بمسلسل رومانسي كوميدي لرمضان 2018 من كتابة مازن طه يلي كتب مسلسل كراميل وإخراج إلي حبيب. بأول تعليق إلها على زواج طليق الفنان المصري أحمد سعد من الفنانة المصرية سمية الخشاب، قالت الممثلة المصرية ريم البارودي خلال استضافتها بأحد البرامج لما عرضوا عليها صور زواجهم: أنا مش شايفة شيء، والله مني شايفة شيء أبداً، أنتوا طفيتوا الضوء. نشر الشاعر اللبناني نزار فرانسيس صورة قديمة بتجمعه بالفنان اللبناني الراحل ملحم بركات وعبر عن اشتياقه إله وتذكر لحظات جماعتهم من الصعب تنتسى. بعد ما طلبت الفنانة الإماراتية أحلام من كل يلي غلطوا بحق الاعتذار منها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة يوم الاعتذار العالمي، لقيت تويت أحلام عدة تعليقات طلبتها بالاعتذار من الفنانة نوال الكويتية واعتبروا أنها أخطأت بحقها. بمفاجأة مميزة احتفل جمهور الفنان ملحم زين بعيد ميلاد نجمهم خلال إحياء حفل بمدينة ستوكهولم بالسويد. فاجأت الممثلة السورية جاني أسبر جمهورها بنشر فيديو جديد إلها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرها بشكل أنيق وإطلالة مميزة خطفت فيها الأنظار. عبرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن حزنها لوفاة إحدى معلماتها بالمدرسة وسألت الله أنه يرحمها ويغفر لها، وأضافت: كنت شوي شقية وتعبة، سامحيني يا مس جميلة. انتشرت صورة للممثل التونسي ظافر العابدين وزوجته البريطانية من حفل زفافهم، على الرغم من أنه العابدين بيحرص على إبعاد حياتهم الشخصية عن الجمهور وفصلها عن حياته الفنية. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب. تابعونا يومياً بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.